طلبة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي المحاضرة الوحيدة اللي ما تسجلت واللي أغلب الطلاب طبعا طلبوها ولازم نسجلها، اللي هي عن موضوع أو بداية موضوع الـ Analysis of Statically Undetermined Structure بطريقة الـ Approximate Method، وهنا راح نشرح عن الترس. شنو تعريف الـ Undetermined Structure؟ تتذكرون بالمحاضرة الأولى اللي هي الاستابيليتي اند ديتيرمنسي شرحنا شنو الاندترمن ستراكشر. وللتذكير، الاندترمن ستراكشر هو الستراكشر او المنشأ غير المحدد، يعني اللي ما نقدر نحل ونوجد القوى الداخليه او الاكسترنال رياكشنز نتيجه انه المجاهيل اللي موجوده عندنا هي اكثر من المعادلات المتوفره عندنا اللي هي معادلات التوازن. الحل هنا بهذا الموضوع هو راح يكون بطريقة تقريبية، يعني مو اكزاكت، مو طريق نتيجة، يعني الاكزاكت ان شاء الله راح ناخذهم بالفصل الثاني. فالابروكسيمت ميثود هنا راح نفرض فت فرضية لكل مجهول زايد عندنا. طبعا احنا قلنا عدد المجاهيل اكبر من عدد المعلومات، فاي مجهول احنا زايد عندنا راح نفرض له فت فرضية حتى نقلل الديجري اوف اندترمنسي، حتى نقلل الـ degree of indeterminacy حتى يكون المنشأ determinate. طبعا الفصل هو الفصل السابع بالمصدر هبلر. طبعا الترس اللي راح ناخذه بهذا الموضوع هو فقط هذا النوع من الترس اللي يسموه الـ parallel cord truss. الـ parallel cord truss هو الترس اللي يكون بالكورد الأسفل، هذا lower cord، الممبرز اللي بالاسفل كلها هنا يسموها اللور كورد، والممبرز اللي بالاعلى الافقيه يسموها الابر كورد. هاي تكون متوازيه ويكون ب دياجونال ممبرز بهالشكل هذا، هاي دياجونال ممبرز. طبعا حتى نحلل هذا التراس، احنا لو نشوف هذا التراس نحله بطريقه، يعني بالموضوع الاول نشوفه ديتيرمنت لو انديتيرمنت، راح يطلع عندنا انديتيرمنت تو ذا فيرست ديجري، يعني عندنا مجهول واحد زايد، بحيث لو شلنا واحد من الدياجونالز هذن اللي موجودات او اي ممبر من هاي الممبرز اللي موجوده راح اوتوماتيكيا يكون هذا ديتيرمنت، يعني نقدر نحله. فاذا هنا عندنا undetermined من الدرجه الاولى، undetermined to the first degree. فاذا هنا ايش نحتاج؟ نحتاج فت فرضيه واحده تسهل لنا عمليه الحل او تقلل لنا عدد المجاهيل اللي هو اصلا زايد عندنا واحد، ونقدر نحله بالطرق الاعتياديه. طبعا عندنا احتمالين او حالتين او طريقتين، خلينا نسميهم طرق. الطريقه الاولى او الحاله الاولى انه هاي الدياجونالز قد تكون سلندر اند لونج، يعني تكون نحيفه وطويله. اذا كانت هاي الدياجونالز الممبرز القطريه اذا كانت سلندر اند لونج، فاذا واحد من عندهن اللي راح يتحمل الكومبريشن راح يكون غير قادر على تحمل الكومبريشن، لانه هذين الدياجونالز اثناء وجود اللود واحد منهم راح يكون تنشن والثاني راح يكون كومبريشن، يعني الانترنال فورس اللي تتولد به تكون تنشن او كومبريشن. فاللي اذا كان سلندر اند لونج فما راح يتحمل كومبريشن، لان شو يصير بيه؟ يصير بيه باكلينج، انبعاج نتيجه قوى الضغط. اي ممبر، اي يعني اي حديده او اي شيء اذا كان طويل ونحيف اي انضغاط ما يتحمله فيصير بي باكلينج. فاذا اذا انطانا بالسؤال او قال لنا هاي المعلومه انه هذا سلندر اند لونج، فاذا الفورس اللي موجوده بالممبر اللي بي كومبريشن، وطبعا بعدين راح نعرف انه يا ممبر اللي بي كومبريشن راح تساوي الى صفر، فبما انه ساوت الى صفر قلل لنا المجاهيل ونقدر نحل. طبعا هنا هذا لو اخذنا مقطع هنا راح تشوفون القوى بهالشكل هذا، فواحد منهم هنا راح يكون تنشن والثاني راح يكون كومبريشن، وراح نعرف شلون. ف
واحد tension والثاني compression. وقلنا الكمبريشن راح نعتبره زيرو. هاي الحالة الأولى أو الطريقة الأولى. الحالة الثانية إذا انطانا بالسؤال وقلنا لنا يا بذن الدياغونالز ترى يتحملن كومبريشن ومو لونج ولا سلندر، يعني لا طويلات ولا نحيفات. Diagonals are constructed from large roll section، يعني المقطع مالته كلش كبير بحيث يكون هذا مو سلندر مو نحيف. إذا كان المقطع كبير مال هاي الدياغونالز فراح يكون الممبر not slender and not long. هنا ايش راح نفرض؟ يعني هذا راح يتحمل، اللي راح يجي عليه الكومبريشن فورس هنا راح يتحمل القوة، فراح نفرض فرضية انه اثنيناتهم راح يتحملون نفس القوة، قوة متساوية، لكن واحد تنشن وواحد كومبريشن. فاذا كأنه المجهولين صار المجهول واحد، لان هي قوة واحدة. يعني اذا القوة هنا 50 وهنا 50، اذا القوة فرضناها هنا اف اي بي راح تساوي لي اف بي، اي اي او اف بي. طبعا راح ناخذ امثلة وراح تتوضح عندنا الصورة اكثر. عندنا هذا التراس عليه هاي القوة 10 كيلو نيوتن 20 كيلو نيوتن، عندنا هنا سبورت هنج وهنا سبورت رولر، ويريد القوى اللي موجودة بالدياغونالز والقوة اللي موجودة بالاي بي. طبعا انا ما ذاكر هنا، بس ذاكر المعلومة اللي منطيناها بالسؤال، اللي هو يقول diagonals are to be designed، صممت او يجب ان تصمم to support both compression and tension. اذا الدياغونالز هنا تتحمل tension وتتحمل compression. الحل، الفرضية، فرضنا انه القوة اللي موجودة بالاي اي تساوي لي القوة اللي موجودة بالاف بي. هاي الفرضية مالت الحل، هي هاي الفرضية التقريبية مالتي، لانه اثنيناتهم يتحملون compression وtension، لانه مو سلندر ولا لونج، قال لي يجب ان يصممون لكي يتحملون هذا الشيء. فاذا اقول اف بي يساوي لي اف اي اي ويساوي لي اف، انطيتها رمز اف. فاذا هنا القوتين صارت قوه واحده. كانه اجي اخذ سكشن حتى اوجد القوى اللي موجوده في هذا السكشن مالتي، قطعنا. اذا تتذكرون كنا نقول المقطع مال السكشن مال التراس حتى نحله يجب ان يكون به ثلاث مجاهيل اكثر شيء، لان عندنا ثلاث معادلات. هنا السكشن لو تباعوا له صح اربع قوى، لكنها بالحقيقه هي ثلاث مجاهيل، لانه هاي القوه تساوي لي هاي القوه. طبعا بعد ان وجدنا الرياكشنز، هذا الرياكشن 20 وهذا الرياكشن هنا 10، فنزلناهم بعد ان قطعنا ورسمنا هذا الفري بودي دايجرام. بالفرضيه مال التحليل بالسكشن فرضنا انه كل القوى تكون تنشن، يعني تبتعد من الجوينت. هنا نقدر احنا بالحدث او طريقة اللوجيك المنطق راح نعرف انه هذا تنشن او كومبريشن. شلون راح نعرف؟ طبعا هسه لتعتبرون انه الاسهم هنا واضحة موجودة عندي، اهم شيء عندي القوى المائلة اللي هي الدياغونالز. طبعا عندي هنا 20 نحو الاعلى رياكشن، وهنا قوة نحو الاسفل مقدارها 10. المحصلة مال ذول الاثنين هي 10 نحو الاسفل، 10 نحو الأسفل. حتى يتوازن المحصلة مالتهم راح تكون 10 نحو الأسفل. إذن هاي العشرة من يتحملها؟ يتحملها الأف أف بي والأف أي إي، يعني هاي القوة وهاي القوة هي فقط اللي تتحمل هذا نحو الأسفل. إذن القوى اللي موجودة عند هنا اثنيناتهم راح تكون نحو الأسفل. إذن الأف اف بي راح يكون نحو الاسفل بهالشكل، المحلله العموديه مالته لازم تكون نحو الاسفل، وايضا هاي القوه المائله اللي هي اف اي اي ايضا المحلله الافقيه مالتها العفو العموديه مالتها لازم تكون نحو الاسفل. فاذا ليش نحو الاسفل؟ لانه المحصله هي نحو الاسفل، الشير اللي يتحمل السكشن هو لازم يكون نحو الاسفل، واللي عرفناه من المحصله مال القوى الخارجيه اللي موجوده على السكشن اللي قطعته. فهنا عرفت انه اي اي هو كومبريشن واف بي هو تنشن. اخذ سميشن اف واي يساوي صفر، فاقول 20، طبعا
طبعا نحو الأعلى، ناقص 10 نحو الأسفل، ناقصا طبعا بما أنه هاي قوة وهاي قوة واثنيناتهم F، فاثنين في F لأنه هاي تعطيني محللة عمودية وهاي تعطيني محللة عمودية، فإذا اثنين اللي هي هذه في المحللة العمودية اللي هي 3 على 5 في ال F يساوي 0. ال F مجهول وحيد، راح يطلع عندي 8.33 كيلو نيوتن. إذا F FB يساوي لي F AE ويساوي لي 8.33 كيلو نيوتن. طبعا F FB هو تنشن و F AE هو كومبريشن. حتى أوجد القوة بال F E طالبها ايضا عندي بالسؤال هنا، سكشن هذا صارت كلها معلومات بي، مجرد اخذ عزم حول نقطة اي، لانه نقطة اي يمر بها هاي القوة وتمر بها هاي القوة وتمر بها هاي القوة وتمر بها هاي القوة، تبقى فقط الاف اف اي والمحللة الافقية مال هاي القوة اللي هي اف اف بي. فاذا سميشن مومنت حول نقطة اي يساوي صفر بهالاتجاه، ناقص 8 اللي هي هذه لأنه راح تكون بالاتجاه نحو اليمين، في 4 على 5 حتى هي الأفقية المحللة الأفقية، في 3 اللي هو الذراع 3، ناقصا F FE في 3 يساوي 0. إذا F FE يساوي لي 6.67 كيلو نيوتن وراح تكون compression. طبعا بما انه هذول متساويين فاذا ذولا اوتوماتيكيا راح يساوون الافقيين، وايضا اخذ مومنت حول نقطة F او اخذ سميشن Fx يساوي صفر، ايضا راح يطلع عندي F AB يساوي لي 6.67 كيلو نيوتن، وهنا راح يكون ال F AB تنشن. واضحة وبسيطة، مجرد اناليسز، اذا كنت مضبوط بالاناليسز مال التراس راح تكون مضبوط بالحل. هنا مثال ثاني عندنا هذا التراس ايضا parallel cord تراس، المعلومة اللي مطيني اياها هنا diagonals are slender and long، طبعا لو بس مجرد يقل لي slender اذا هو ايضا شنو ما يتحمل compression. فشي يريد القوة بال F 3 6 F 2 3 و F 6 7، هنا الجوينتات هي مرقمة. مرات من اردى حل، طبعا الحل هنا عندنا انه واحد من عندهم ذولا راح يكون زيرو لانه قلنا سلندر، فواحد من الدياجونالز اللي هو 7 2 او 2 7 او 3 6 راح يكون زيرو. ناخذ سكشن هنا، طبعا هذا التراس اذا اخذت الجزء الايمن من السكشن فهنا ما احتاج الرياكشنز، عندي قوة خارجية انزلها، اخذت هذا السكشن عندي قوة خارجية 10 كيلو نيوتن نزلتها على السكشن مالتي، القوة هنا بعدني ما متأكد مثلا الاتجاه مالتها وين ما اعرف، بس هنا عندي طبعا هنا عندي قوة خارجية ايضا مقدارها 10 كيلو نيوتن ايضا نزلتها، فنزلتها ويا السكشن حتى اشوف هذا السكشن شقد لازم يتحمل شير، اشوف المحصلة مال القوة الخارجية 10 كيلو نيوتن نحو الأسفل 10 كيلو نيوتن نحو الأسفل، إذا عندي الشير اللي يتحمل هذا السكشن لازم يكون 20 نحو الأعلى. بما أنه القوى اللي يتحملها هاي الممبرز اللي هي F3 6 و F2 7، لأنه F7 6 أو 6 7 هذا ما يتحمل قوة نحو الأعلى، هذا مجرد قوة أفقية، وكذلك F2 3 هي مجرد قوة أفقية، إذا هذا الشير من يتحمله؟ تتحمل القوى المائلة أو العمودية، أو القوى العمودية الناتجة عن القوى المائلة المحللات مالتها، فإذا F2 7 و F3 6 بما أنه نحو الأعلى، إذا القوتين لازم تكون نحو الأعلى، اتجاه المحللة مالتها لازم تكون نحو الأعلى، إذا هاي راح تكون بهالشكل وهاي راح تكون بهالشكل. هاي من خلال معرفتي لاتجاهات القوى إذا عرفت أنا F2 7 هي compression و F3 6 راح تكون tension. فبما انه قال لي سلندر اذا F27 هنا راح يكون يساوي 0، فاذا for slender diagonals with compression force the assumption is to be zero force then F27 يساوي 0. اذا F27 هنا عرفته راح يساوي لي 0، بقت عندي القوة المجهولة العمودية فقط هي F36 او المائلة هي F36،
آخر summation اف واي يساوي صفر اف ثلاثة ستة في المحللة العمودية مالتها اللي هو طبعا هنا رسمت لكم المثلث العمودي هو اثنين البعد العمودي والأفقي هو واحد ونص فواحد ونص هنا اثنين هنا راح يكون الوتر اثنين ونص فاف ثلاثة ستة في اثنين على اثنين ونص ناقصا عشرة ناقصا عشرة اللي هي القوى الخارجية فاف ثلاثة ستة راح تساوي لي 25 كيلو نيوتن وهو راح يكون تنشن. حتى أوجد القوة الثانية اللي هي F 2 3 و F 6 7 هذين الاثنينات هي قوة أفقية فإذا يا أما آخذ مومنت حول هاي النقطة حتى أوجد F 2 3 أو آخذ مومنت حول نقطة 3 فراح أوجد F 6 7. هنا أنا ماخذ نقطة حول النقطة 7 اللي هي هذه حتى أوجد F 2 3 F 2 3 في 2 اللي هو الذراع F 3 6 في المحللة الأفقية في الذراع مالتها 2 زائدا 10 في 1 ونص اللي هي هذه يساوي لصفر تطلع عندي F 2 3 تساوي ناقص 22.5 إذن هي compression وكذلك ال F 6 7 راح أخذ مومنت حول نقطة 3. عندكم هاي مسائل بهبلر 7.1 إلى 7.12 صفحة 268. باقي المحاضرات كلها شارحيها وكلها منزليها. أتمنى أن تكون المحاضرة واضحة وبسيطة إن شاء الله. كل ما تحل تمارين كل ما راح تكون أبسط عندك. وشكرا جزيلا لكم.